بنات هانتوما كيف كتشوفوا الصالون ديالي قبل وبعد. غادي ندير معكم واحد فيديو قصير نتمنى نفيدكم ولو بالقليل. هنايا بدلت الصالون ديالي وفرحانة لأنني بدلته بثمن جد مناسب. ممكن لأي سيدة تبدل الفراش ديالها أو الصالون ديالها بدون زعما ما تكونسومي واحد القدر ديال الفلوس بزاف، ممكن تفرح راسها وترتاح مع راساتك. كيف كتشوفوا صالون بسيط سهل، بعد الديكورات اللي انا ضفت كان حماق انا على هذا الشيء ديال الديكورات ودرت هذا الشيء بسيط وسهل. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم في الصالون ديالي ويعجبكم، وما تنساونيش من البارطاج والتشجيع ديالكم، جزاكم الله خيرا. وهنايا غادي نشعل الضو باش نوريكم التوب اللي درت اللي رخيص بزاف وموجود عندكم في المغرب. بنات كيف كتشوفوا هنايا غادي نوريكم واحد الطابي اللي خديت درتها في هذا الكوان هذا باش كتعطينا واحد الديكور غزال كيف كتشوفوا. ودرت هنايا واحد الوريضه وواحد الفاز خديته في اكسيون. هاد الطابي البنات خديتها من ايكيا، خديتها بسبعة ديال الاورو. انا البنات كيعجبني اللون الغوز، عرفتي كيجي رائع كيحمقني. هانتوما كتشوفوا الطابي غزالة رطبة اللون كيحمق. زدت عليها هذا اللي حتى هو خديته من اكسيون مع الشمعة ديالو، داير 14 الاورو 2400 ريال ديال المغرب. هذا خديته بجوج ديال الاورو هذا الفاز هذا حتى هو من اكسيون. وهنايا واحد هاد لابوف هادي حتى هي خديتها هنا في واحد المغازا سميتها بي ام، حتى هي فيها الكري وفيها الغوز حيتاش انا مفرشه بالكري دخلت عليه الغوز ودخلت عليه اللوينات. كيف كتشوفوا ممكن ديروها في الكري وممكن تروح تخليوها غوز. وهنا ابنات خديت طابي حتى هي اللي خديتها في الغوز باش كاسيت هاد طلام ديولي. كيف قلت لكم انا كنحماق على شي حاجه سميتها الغوز خديت هاد الطابي هذا حتى هو سولد، خديته من المغازان كونفوراما عندنا هنايا، رخيصه ما غاليهش حتى هي، واحد الكاليتي اللي زوينه بزاف. هانتوما ممكن تصبنوها في لا ماشينا لافي بماكينه الصابون، كتدخل هادي في ماكينه الصابون تصبنوها سهله غزاله حتى هي رطبه وما كتعذبش في الصابون. صافي هنايا بنات عندي هنايا شي ديكورات شموع، كنحماق على الشمع كنحماق على الغوز انتما كيف كتشوفوا الشميعات حتى هما ما غاليينش خديتهم رخاصين. انوغو هادي حتى هي خديتها في المغازان ديال كونفوراما، هادو في بوت، هادي في واحد المغازان عندنا هنا كانت بابو دابا ولات بي ام هاد الورود. وحتى هاد البلاطو هذا كيعجبني الجاج والطوغي. المهم درت اللوينات اندمجت اللوينات مع اللون الغوز كيجيو كيف كتشوفوا كيجيو رائعين. بنات كيف كتشوفوا الصالون ديالي هنايا في هذا الجنب هذا كيف كتلاحظوا درته كيف الجنب الاخر اون فاس. المهم سمحوا لي على الشرح ديالي الشرح واخا ماشي شتالي. المهم كيف كتشوفوا البنات هاد السداري درتو مع لي اون فاس معاه بحال بحال، وهاد السداري اللي جا قبالتنا قدامنا نيشان درتو سامبل ما دخلتش عليه التوب. هنا غادي نوريكم البنات هنايا كيف كتشوفوا هذا هو التوب. كيف قلت لكم في الاول اللي رخيص بزاف كان كيدير 50 درهم المترو وردوه 40 درهم، انا خديته ب 30 درهم المترو. ها انتم كيف كتشوفوا رطيب غزال ما تخافوش منه البنات، رخيص بزاف وزوين. انا كيعجبني اللون الكري المهم كيعجبني بزاف بالنسبه اللي عنده الوليدات وهذا كيحافظ. دخلت عليه هنايا في هذا الوسط واحد توب اخر واحد الزواقه باش كيكسي لينا هذاك اللون الكري باش كيعطينا واحد الاضاءه واحد الزواق زوين. كيف كتشوفوا هذا التوب واقيلا الموبرا ولا ما نعرف، المهم واحد الزواقه دخلتها هكا باش كيعطينا كيف قلت لكم واحد المنظر غزال راه رطيب طب زويون
كتشوفوا المخده حتى هي ما درتش مخده كامله باش ما يجيش داك الشيء تخو شارجي، يجي داك الشيء بزاف. درت هنايا الوسط وهنايا كيف كتشوفوا هاد المخده هادي كسيتها بهاد المخده صغيوره غوز. هاد المخدات هادو خديتهم هنا ما جاونيش من المغرب، فقط اللي جاني من المغرب هما طلامت هادو اللي جاوني. هنايا غادي تشوفوا معايا هاد الوسطاني السداري الوسطاني ما درتوش بحال السدادر الاخرين. هنا خليت طلامت سامبل، خليته سامبل هنايا، وفي المخد ما درتش بحال المخد الاخرين. هانتوما كيف كيف كتلاحظوا على قوة الله كبار البنات. وهنايا هاد المخدة هادي، وهنا البنات كيف قلت لكم خديت هاد المخدة حتى هي من المغازا هنايا، ضفتها كتعطي هاد الديكور هادو جو غزالين. وهنايا داك التوب اللي قلت لكم كاسيت به التوب ديالنا لي سامبل، كنصحكم البنات تاخدوه رخاصين زعما كيجيو رائعين. وهنا البنات درت هاد لو بتي ديكور هنايا، هاد ديكور صغيور كيف كتشوفوا الكري والغوز، دائما كان خدمت على الكري والغوز. كنتمنى يعجبوكم الديكورات ديالي وتستافدوا ولو بالقليل. صافي في هاد الكوان هذا عندي القرآن الكريم، زوقت بيه وحطيت حدا شميعة. وهنايا البنات هاد الكوان الاخر حتى هو درت عليه هاد الديكورات هادو. وهنا بنات بالنسبه لي غيدو دخلت الغوز والكري كيف قلت لكم. صافي وهاد الكوتي هذا ديال السداري ديالي بحال اللي وريتكم في الاول كيجي على هاد الشكل هذا. صافي كانت هذا هو السيجور ديالي الصالون ديالي اللي تقام عليا فقط ب 80 ديال الاورو البنات، 80 ديال الاورو يعني 16000 ريال مغربيه، رخيص رخيص بزاف البنات. انا عجبني، كنتمنى الى عجبكم تخليوا لي كومونتير ديالكم، واللي بغى يسولني شي تساؤل مرحبا والف مرحبا.